الأسد، وفي البلد التي أحرقها وأذاق أهلها الويلات وبعد كل الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين، يبرز في مؤتمر القيادة المركزية لحزبه متحدثا عن مرحلة مفصلية في تاريخ الحزب وضرورة وجوده. فهناك لجنة مستقلة من أشخاص إلى واجهة المشهد السوري، يصدر إعلام النظام منذ مدة قيامه بحملات واسعة ضد من سماهم بالفاسدين، وهم مسؤولون حكوميون كمحافظ أو مدير لمؤسسة ما، ممن استعملهم النظام عن طريق مخابراته كبيادق رمى بها ساعة اللزوم وتحت ذريعة نهب المال العام وسواها من الذرائع، بينما تنمو إمبراطورية أسماء الأسد ماليا وتوسع نشاطها الاقتصادي وسط غرق الناس بأزمة وصلت إلى حد الجوع. مؤسسات مجرمة رئيسية في تكوين نظام الأسد، ينطلق الحديث عن إعادة هيكلتها وتأهيلها. كانت البداية من الجيش، تلك المؤسسة التي ارتكبت انتهاكات كبيرة بحق السوريين، وقصف عناصرها البلدات والمدن الثائرة ودمروا البيوت على رؤوس ساكنيها. يتحدث النظام عن خطة لتحويلها إلى جيش احترافي، بينما تشهد شعبة المخابرات العسكرية، ذراع النظام القاسية في حربه على السوريين، تشهد هي الأخرى عمليات تغيير في بنيتها. وتحدثت مصادر صحفية عن تسريح مجموعة كبيرة من ضباطها والعمل على إلغاء فروع كانت تابعة لها، أبرزها ما يعرف بفرع فلسطين. إذن النظام يحرك إعلامه باتجاه الحديث عن تغييرات وسط جمود الحل السياسي السوري لسنوات، وبعد عمليات تطبيع عربية رأى بعضهم أن عجلتها توقفت، بينما يرى آخرون أن نظام الأسد يقوم بتلك التغييرات الشكلية بناء على مطلب واضح من دول عديدة لدفع عملية تأهيله دوليا. لكن بالمقابل يعلم السوريون بكل أطيافهم أن النظام الفاسد لا ينتج إلا الفساد، وأن محاولات التأهيل لا تصلح ما أفسده.